من هذين الأخيرين أن يحفر قبرهما ثم دفنوهما أحياء. ما كنا نسمع عن ذلك أنه الساكنة التي كانت تجاور ذلك النزل هذاك كانوا يسمعون باستمرار صراخا من تعذيب أولئك. بعد الإخوة اللي نجوا من ذلك المعتقل كانوا يحكون بأنه النزلاء الذين كانوا يقتادون إلى دار بغيشة كلهم من المقاومين وجيش التحرير والوطنيين. إذن العملية كانت معروفة، هي تصفية الخصوم ديال الحزب الوحيد الذي كان يخطط له آنذاك. هذا ما كنا نسمعه، بل سمعنا أكثر من ذلك، سمعنا حتى على الفاسي وسمعنا سميتو عبد الخالق الطوريس، ولكنني لا أستطيع أن أجزم أو أؤكد ذلك، هي ما كنا نسمعه فقط على لسان الكثير من الناس بدون أن أحدد الأسماء. الشوريين ضجوا من هذه الممارسات، وبعضهم اتصل بمحمد بن الحسن الوزاني وطلبوا منه أن يسمح لهم بالقيام برد الفعل لإيقاف هذا الطغيان، ولكن محمد بن الحسن الوزاني رفض أن يسيرهم في هذا المنحة، وهو لدرجة قلهم بالدارجة قلهم اللي مشى في هذه الطريقة ما هوش مني، يعني تذهب السيارة إلى حي لاختطاف شخص معين، عندما يعود المختطفون بذلك الشخص يجدون سيارتهم قد أحرقت. رد الفعل طبيعي ديال الناس. في نفس الوقت تم التخلص من الرأس التي كانت تقوم بالاختطافات. هنا في طنجة حضرت من دار البيضاء مجموعة لمتابعة أحد الرؤوس التي كانوا يختطفون المختطفين، أحدهم كان يسمى وجهينا أعتقد، تابعوه ولكنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إليه لأنه دخل من مقهى ليخرج من باب إلى جهة البحر. ما كنت أسمعه أن السيد أحمد طويل كان يترأس مجموعة من المختطفين الذين كانوا يختطفون خصوم حزب الاستقلال من عدة فصائل، وفي المرحلة الأخيرة التي بدأت عملية الاختطافات تنحصر، وقيل لي آنذاك بأنهم كان في موكب له مع زملائه فحاصروه في كمين وتخلصوا منه.